هل هي نتيجة صمايم كما تسميها أنت الشيخ؟ لا، جبونس بارتها راجعة للصمايم ولا للمناخة، لكش كوت سيركوي ولا كش حاجة ولا يمكن نعم. إذا نعود نولي لك الشيخ فرحات، شفنا ارتفاع لدرجة الحرارة أمس، وقلت أن أنت على صفحة الفيسبوك كنت صرحت أمس كذلك في الشروق أنه راح تكون هذه الأيامات كلها ارتفاع درجة الحرارة. وي أنا في الموسم، أنا في فصل الصيف، والصيف هذا العام الناس قاعد تشهد له، جا مسبق بريكوس يعني بريكوس شهر ماي لحقنا تقريبا بعد المناطق الشمالية 40 درجة، موش غير في بلادنا، مستوى العالمي رانا نشاهدوا واش صاير في شمال الجزيرة الإيبيرية، في إيطاليا، في اليونان، في كرواسيا، في فرنسا، وصرى الحرائق رابت حتى هذا السوا ساعات في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، مع نقص الامطار، الجفاف اللي عمرهم ما عرفوه، وما كانوا يظنوا باللي يلحق لهم وقت وين يلحق لهم الجفاف نقص الامطار، ويأثر على الفلاحه، يأثر على نسبه المياه اللي لازم يوزعوها المواطنين تاعهم في اوروبا، لانها انا لاحظنا المناخ في اوروبا. احنا الحمد لله على كل حال نقدر نقولوا رانا هذه الايامات، هذا سورتو هذه الايامات تاع جويليا جا لاباس. جوان كان سخون سخون، كان كنا فوق المعدل الفصلي اواخر تاع شهر مي كذلك. هذه الايام اللي هي جايه نقدر نقولوا رانا في قلب فصل الصيف، يحب يقول صمايم، هذه هي كلمه الصمايم، لانها العرب هما اللي اثروا كانوا يتبعوا المناخ كما لازم الحال، كما لا موسون تاع الهند. موسون هي فتره تاع الامطار اللي تقيس الهند والبنغلاديش والباكستان على الموسون، هي الموسم. موسم خداوها ليزوكسيدونتو، خداوها من كلمة موسم، موسم مو لا موسم، تجي الأمطار لأنها مناخ طبيعي مع الجبال الإمارية وأيضا المحيط الهندي، هي اللي تخلي في وقت معين وين الهواء اللي معمر بالرطوبة تعرف ينطلق ويمد الأمطار. احنا كذلك ما نساوش باللي هذه الأيام اللي فاتوا كانت بعد الويديان فاض في جهه الهوغار، انا ببليتهم في البارباج تاعي، تشوف باللي المناخ في الجزائر تغير من منطقه الى منطقه. عندنا مناخ تاع البحر الابيض المتوسط، هو مناخ معروف ككل دول تاع البحر الابيض المتوسط، الكليما ميديترانيا، وين الكميه تاع الامطار تتراوح ما بين 500 الى 800 ملم، في بعض الاحيان في بعض الاماكن حتى 1100 ملم. كاين مناخ شبه جاف تاع الهضاب العليا اللي ما بين 200 و 300 ملم، وكاين مناخ جاف كما الصحراء الوسطى، ولاية الأضرار، ولاية عين صالح، ولاية المنيحة، ولاية تيميمون. هنا بين المناخ عندنا مناخ، لأن الجزائر راهي كبيرة، عندنا قارة يعطيك الصحة. دوك كما نقولوا نهضروا اليوم عندها حد الأسبوع، درت واحد لابيبليكاسيون وين تمنرست، كانت فيها 22 درجة وأمطار ودنيا، باركونت في لندن كانت 40 درجة، وعمرهم ما عرفوا درجة 40 في جنوب انجلترا، وين بعض الأماكن لحقت تحت ال 41. هذا يخلي باش يكون المسؤولين على مستوى العالمي لا كوب 27 اللي راح تندار في شرم الشيخ، باش ياخذوا بعين الاعتبار هذا المشكل العالمي، لأن لي رابور تاع لو جياك، لو جياك هذه المنظمة العالمية اللي تتبع عدد التغيرات المناخيه، هما هم يحذروا عدة دول مالغري كو واش جازوا لي كوب هذوك، يهضروا بصح القرارات في الميدان ما كانش، القرارات في الميدان ما كانش. احنا الجزائر احنا كنا سباقين في هذا الميدان، لانها حاربنا التصحر، حاربنا المناخ فيما يخص التغيرات المناخيه في السبعينات مع السد الاخضر. نعم. وعرفنا بعد الكوارث الطبيعيه، نقدر نقولوا طبيعيه، لان حرائق الغابات 80 الى 90% سببها هو الانسان، ماهيش السخانه اللي دير نار، الانسان لانها تصرف. يعني جايك حرائق الغابات فقط، علاش سموها صمايم؟ الصمايم لانها صمايم كما نقولوا الشتاء، في وصل الشتاء في قلب الصيف، لانها تيوريكمون يبدا 21 جوان حتى ل 21 سبتمبر، فهذه الفتره الصمايم فيهم هذيك ال 15 يوم 20 يوم وين تكون الحراره في اعلى
في القمه في, في, في فوق المعدل الفصلي تاعها، وبعد نبداو نحسوا بالميديتي. ما تكونش مع الميديتي، كل الميديتي لانها اللي خاصه السكان اللي ساكنين على الشواطئ تاع البحر الابيض المتوسط، لان الكليما ميديتيرانيالي هكذا، ماهوش كيما نشوفوا نسبه الرطوبه اللي راهي هنا في العاصمه، كيما راهي في بيروت، كيما راهي في اثينا، كيما راهي في مارسيليا، كيما راهي في برشلون، كيما في تونس. نسبة الرطوبة هذه تبخر تاع البحر الابيض المتوسط، ماركيت واقل الصباح تصيب واحد السحابات تمتد حسب الشتاء، مي هذوك سحابات راجع للتبخر، وايضا لومبليتيود دو تمبيراتور اللي كاينه ما بين منتصف النهار وصافي مع الصباح، لانها يوم الصباح سجلنا على مستوى المحطة الجوية في دار البيضاء 21 درجة، واليوم في منتصف النهار ننتظروا حتى تقريبا 34. شوف هذاك الفرق، هذاك اللي يخلي هذاك التبخر تاع البحر الابيض المتوسط. وكذلك ما ننساوش زيد كثرة السيارات والتلوث هو اللي يخلي الانسان يحس بالثقولها تاع هذا المناخ، ويحس باللي احنا كي نقول 34 يقول لك انت ما كانش منها هاي 40 41. لا، كاين معايير احنا لازم نحترموها، معايير كي تاخذ لا تمبيراتور تاع. كيفاش تعرفوا الشيخ فرحات 34 33؟ لا كاين مقاييس، كاين معايير دوليه من المنظمه العالميه للرصد الجوي، وحنا كنطبقوها. الجزائر تكسب اكثر من 60 محطه جويه احترافيه اللي تعمل 24 ساعه 24 ساعه، وكذلك بعض المحطات اللي تعمل كذلك 24 ساعه واشن طرافير لي ساتيليت لي دوني تاعها، كما في الصحراء الكبرى تاعنا في عرق الشاش وصحراء تنزلوفت، محطه جويه تمك ما تقدرش دير الانسان، لان 300 كيلومتر ل 400 كيلومتر لاروند ما كانش حتى انسان يقدر يعيش، مين محطات يكونوا ويبعثوا المعلومات تاع هذاك المنطقه اللي احنا ما نقدرش نروحوا ليها. الساتيليت يبعثها للمركز تاع المحاسبات. توقعات تاع هذا الاسبوع الشيخ؟ توقعات تاع الاسبوع ما يكونش تغيير كبير، يكون الحراره في السواحل نقدروا نقولوا من القلعه حتى المصد المهيدي مرون بوهران، المدن الكبرى وهران العاصمه بجايه مسخان عزفون 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 واحد 34 35 واشن تمبيراتور ريسونتي اللي نحسوها حتى 38 39 درجه مع الرطوبه هذيك اللي تخلي نحسوا به مقياس على حسب الاخر سي 34 درجه مئوية. هل هاد الصمايم اللي او هاد لاكينيكي اللي راهي جايه اليامات مش راح تاثر على صحه الانسان؟ سي الانسان كما الناس كبار والاطفال الصغار لازمهم يشربوا، الانسان الكبير ما يحس العطش، والطفل الصغير كذلك ما يحس العطش، والطفل الصغير يمشي بزاف يكاسبي بزاف اوتوماتيكمون يترونسبيري، وانسان كبير ما يحسش يقدر لا ديزيدراتاسيون، هذه وحده. ثانيا نسبة التلوث يكون مرتفع، لأنها أنا لاحظنا طونوس السيارات واش كاين، والناس تتنقل في هذه لابيريود، رئيس لي فاكونس العراس الانسبكتور قالوا الناس كاع راهو فاكونس كاع فاكونس الوغ كيفي كاين يستعملوا بزاف وسائل تاع النقل وتوا، هذه تخلي تزيد تأثر. وكذلك ربي يحفظ البلاد تاعنا من الحرائق الغابات، تقول شنو الله حقوق الناس صحيح. حرائق الغابات هذه اللي ولات ظاهرة الآن هي منذ سنوات، ولكن كثرت في السنوات الاخيره، وشفنا للاسف واش صرا السنه الماضيه. من تشوفها انت الشيخ فرحات؟ انا نشوفها الحاجه الاولى الكومبورتمون تاع المواطن. هل السخانه تقدر تشعل الغابه؟ السخانه ما تقدرش، حاجه طبيعه اللي تقدر تشعل الغابه هي لا فودر، البرق هذاك لا فودر كي تقدر تربي الشجره وتقدر تشعل طبيعيا. انا يعني قلت لك 80 الى 90% السبب تاع هو الانسان، تصرف تاعو مع الغابه، لان احنا جزائريين في فصل الشتاء ولا في الربيع ولا في الخريف يروحوا بزاف للغابات. كاين ناس في هذا البيريود وين راهي كيما يقول لك لالارت روج من الحمايه المدنيه ولا لالارت روج، باش يروح يدير لك باربيكيو في غابه درك ممنوع، من فتح جوان حتى واقل 31 اكتوبر ممنوع تشعل النار، لانه كندير واش دير في غابه ممنوع، لانها شكون جنايه ما كانش. الله يفوق الناس تعرف هذا الشيء هذايا. كاين اللي يروح ينقي يقول لك بروفيتي نقي الجنان ديالي ولا نقي ديالو بصح ما يشعلش النار. نو 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 ما يفوقش على النار. هما هكذا راهي تقدر. اي بصح يقدر ما يكونتروليهاش، تغلبوا تقدر تغلبوا ولا تغلبته صحي. ما تقدر دير والو. ما عندك كيفاش العام اللي فات وصر لنا. وصر لنا. الحمد لله خدينا دروس، والحمد لله نقدر نقول لك فخور عندنا بروتيكسيون سيفيل الله يبارك بالماتيريال. انا شفنا كيفاش الانترفونسيون تاعهم في تونس كيفاش كانت بقوه بموارد بشريه حتى ماتيريال،
والحمد لله اون اون بون اكسبيريونس دون لي دومين تاع لي كاتاستروف ناتشورال سواء في الحرائق الغابات ولا في الفيضانات ولا في اي كارثه طبيعيه اللي تكون على مستوى لانها كاين 14 كارثه طبيعيه على مستوى عالمي منهم 8 احنا يهمونا ديريكتومون نعم فيهم الحرائق الغابات وايضا الفيضانات والزلازل نعم. دائما قعدوا في اطار حرائق الغابات شيخ فرحات واش لازم الان حتى انا ما نقولكش الكل الجزائري لازم على الاقل الناس الموحدين الان الواحد يعود يخمم شويه براغماتي هكذا اللي موحدين للغابات اللي ساكنين قرب الغابات كيفاش لازم يتصرفوا حتى ما يخلوش واحد متهور يجيش على النار ويجي رايح هي شوف الوسائل الاعلام لازم تلعب الدور تاعها احنا نضلوا ما تكفيش تكفيش على كل لازم كل واحد لازم يلعب المواطن غابه السونتروتيان غابه كانت الناس بكري انا نعطي الاخر تاعي الجزائر درت باش تخلط الغاز دو فيل كاع الجزائريين الحمد لله راهي بعد الاماكن اللي وين الغاز الطبيعي راه في المنازل تقريبا حتى 90% كانت بكريم كيما كانش الغاز كانت الناس تحطب تروح للغابات تنحي ذاك الحطب الميت اللي يطيح في فصل الشتاء وكاع تنحيه وتلمو باش العولاد في فصل الشتاء باش طيب وباش تسخن دوك ملي دخل الغاز دو فيل الناس ما عادش تروح تنحي كان ينحوا صوباجمون مي كاين اللي كانوا ينحوا هذوك العروف اللي يطيحوا مع الثلج ولا مع الريح ولا ينحوهم حب يقول كان صيانه الغابه لازم لها صيانه والغابه لازم نحترموها نحترموها الناس تحب الغابه تحب الطبيعه باش تتنفس باش ولادها تسيب روحها وتشوف تشوف الطبيعه بصح لابد الانسان عنده مسؤوليه اللي فايت روح شوف غابه ياكورن روح شوف غابه شريعه في البارك ناسيونال تاع الشريعه اللي محمي محمي بالقانون غابتي اكون اني محميه الناس تروح تريح وتخلي وتخلي الاخر تاعها وكيفاش تحب ما تشعلش النار وهذه وثاني كاين حاجه ما تستناش هذه ثاني انه الدوله تجي تنقيها لك يعني هذه تبقى تدخل في الاخلاق ديالنا تدخل في التربيه ديالنا وتدخل في الدين ديالنا يعني يعطيك صح شحال تعيط تنقي الدوله شحال شوف كاين واحد التصرفات اللي حتى تتوحد تتوحد شوف انسان انا نعطيك المثال راهي تمشى قاطع غابه شفه ولا قاطع غابه تسمسل تنيت الحد يتمشى شحال شابه ويكمي بيكار ويرمي المنطقه تاعو وبعد يروح العشيه من ذاك يسمع في التلفزه بلي حرائق تنيت ويقدر كارو يشعل غابه هذاك الكارو تاعو يقدر كارو يشعل غابه يشعل يكون هذاك الحشيش اللي يابس على طرف الطريق يشعل وبعد تمشي وتروح للغابه المصالح الزراعيه هذوك اللي تاع القمح تاع القمح الصيانه تاع الماكينات تاعهم دي فوا اون يوتنسل تشعل باسكو يابسه دعوه يابسه عندها تقريبا دوك عندها تقريبا شهر ونص ما صبتش قطره عماء حبي يقول لا موندر يوتنسل تشعل الوغ لازم الحذر 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 بزاف قد ما ناخذوا والحمد لله بور لو مومون ربي كما يقول لك منعنا من هذا الاخر رانا نشوفوا واش صاير في البلدان المجاوره الحمد لله الحمد لله نعم. الشيخ فرحات حاله البحر هذه الايامات كيفاش راح تكون؟ تقول لي شبرك راح تكون مليحه وبيان وهيله وخلوي قالت واحد الدراسه على مستوى شوف ولا ما كانش مليحه طلع لنا المورال لا لا مليح يعني احنا قاعدين هنا لا لا مليح البحر واش على بالك لا تمبيراتور تاع البحر تاع البحر الابيض المتوسط راهي مرتفعه المعدل تاعها او يجي بارد ولا لا لا سخون سخون, سخون لانها بيكونوا لي ميديس اوتوماتيكمون كل شيء يتمشى مع المناخ كل شيء مترابط مع المناخ حتى الاسماك حتى الحشرات اللي عايشه في البحر مترابطه مع المناخ الانسان حنايا الاكل تاعنا في فصل الصيف ماهوش كيما الاكل تاعنا في فصل الشتاء على حسب المناخ على حسب المهم يكونوا لي ميدوس مال البحر يكون عيان نالي كل انا ملاح كان خدامي نعرف وين تاعهم وين تاعهم ما كانش شيخ فرحات نبقى دائما معك في اطار الاحوال الجويه هذه وش هو لازم الان نقولش فقط الجزائريين لانه هذا ما يهمش الشعب ولكن من الدول حتى يحبس الاحتباس الحراري هذا هو مش حبس ولكن على الاقل نقللوا منه شوف يكذب شوف ما كانش اللي يعطيك بدقيقه واش راح غير سجر من 2000 حتى العلماء مازال ما لحقوش ما كاين اللي يقول لك باللي هذا راجع اللي ثروت اللي غازاي في تسير كاين اللي يقول لك هذا راجع لانها من شهر نوفمبر نعم الكره الارضيه يولوا فيها 8 ملايير نسمه نعم 8 مليار دابيتون لحقوهم احنا الجزائر من 2030 نلحقوا 40 50 مليون نسمه نعم عدد السكان وكل عدد السكان قد ما يزيد قد ما الطلب يزيد فيما يخص الماء طالبه كل عام يزيد ب 7 الى 8 الى 10% الطاقه
الكهربائية أو الطاقة الغازية كان يزيد كل عام، هذا كاع وكذلك النفايات راه يزيد لأن عدد السكان راه يزيد. يفوق المواطن تكون عندك ثقافة، ثقافة البيئوية، ثقافة محافظة على المحيط، وكذلك لازم نديروا أن كرون بلون ماهوش غير السد الأخضر، كما يقول لك كل مدن كل قرى يكون عندها إن بارير تاع الشجر، غرس الاشجار، تكون نعطيك مضرب وين مغروسين الشجر ونديروا مقياس درجه الحراره، ومضرب وين ما كانش الشجر تشوف فرق تاع 7-8 درجات. كاين بعض الاحياء بناوهم شجره ما تسعى فيهم، الطرق تاعنا الكبرى هذه كما يقول لك الطرق الاستوي يفوك يعبروها الشجر لو لون دو لوطروت، الطرق تاع رقم واحد من برواقيه حتى تقريبا لطمراست هذيك يعمروها الشجور. والمواطن لازم يكون عنده تصرفات مع الطبيعه لانها هي كما يقول لك تعرف هذاك اللي في البومرونغ، البومرونغ ديال الاله اللي كانوا يستعملوها لي زابوريجان في الاسترالي، يرمي باش يصيد بها بصح يرميها وتعاود تولي لي هذاك اللي في البومرونغ. حنا كما نديروا الضريه تعمق ليك تعاود تولي ليك تفكر يا متى. اذا الشيخ فرحات نبقاو دائما قلنا درجه الحراره راح تكون مليحه هذه الايام، تكون مرتفعه مليحه، راك تشوف اني لابس تريكوت فوق الحمد لله توجور جون تعتادك هذه. شحال عندك في الميتيو الشيخ فرحات؟ قول واحد قريب ال 50 سنة 50 سنة فقط ميتيو ويتبعوا في لاميتيو كل نهار كل عام وخير وكل عام. أنا نشفى في 76 في جوان 76 عرضت واحد الأجانب عرضتهم للجزائر قلت لهم روحوا جوزوا لي فاكونس البحار وكاع والله مدة 15 جوان الشتا تصب البرد البحر مهول حتى حشمت قالوا وراه البواطو هذا انت دخلتهم فيها دخلتهم بلي غادي يكون ايه باش تشوف بلي المناخ هذه قالت لي اون ريفيرونس بلي المناخ هذاك الوقت 76 درك تخير بزاف سبحان الله. شيخ فرحات سعدت اليوم بلقائك. الله يسلمك الله يسلمك. على امل انه هاد اليامات على الاقل اعطي لهم قال السخانه راح مش حتكون بيان والبحر مش حيكون مليح. باش يقعدوا في الدار. باش يقعدوا في الدار. ذاك هو خليهم يخرجوا ينحوا على خاطرهم. على الاقل احنا ما نحسوش بهذاك بعد الوباء اللي صار علينا والدنيا الناس والناس قاعدة عطلة درك. شوف حتى المسؤولين راهم عطلة. واش قالنا امين اندلسي الناس راهي تجي من اوروبا عندها 3 سنين 4 سنين ما جاوش. يشوفوا والديهم ان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله. ان شاء الله شيخ فرحات شكرا لك كنت ضيفا عزيزا ضيف المورنينغ. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه عدد اليوم من ضيف المورنينغ، خصنا الاحوال الجويه مع الشيخ فرحات.